ممتاز ممتاز هجمة لسه في خطورة ولكن دفاع ممتاز مرة تانية من محمد كوفي على الطاقة الابداع هي على التركيز العالي الكبير من احمد الشناوي يظهر في صورة ويظهر في الكادر ويتألق مشاهدينا ويقوم بدور الليبرو ويطلع كورته بره الملعب يا على الخطورة اخطر هجمة في انطلاقة سريعة في هجمة جميلة عنترية موجودة في اداء ليوبار ولكن ممتاز احمد الشناوي تألق الشناوي حط رجله طلع كورته هذا هو تحرك طولي كان من ندي والتحام طبعا عادي جدا التحام كورة التحام كورة وسلامات سلامات سلامات للاعب رودي ندي كان في اندفاع طبعا ولكن على طول هو الشناوي بكل احترام بكل ادب داخل مع الكورة سلامات ان شاء الله سليمة باذن الله ولكن وقعته تخوف وقعت اللاعب رودي ندي اللاعب الكونغولي تخوف هذا هو ده نزل على دماغه يا ساتر يا ستار استرها يا ستار استرها يا ستار باذن الله نزل على دماغه ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله خير هذا هو الالتحام اللي كان حصل بين جان باتريك مع خالد قمر سلامات لكل اللاعبين لكل النجوم باذن الله كره القدم طبعا للمتعه للاثاره للجمال للروعه للسلوك الرياضي الجميل والمحترم الحمد لله سليم الحمد لله سليم الحمد لله سليم باذن الله المهاجم رقم 7 المهاجم طبعا رودي ندي اهو الحمد لله فاق شويه سلامات ان شاء الله باذن الله ولكن الماتش حلو الشوط الاول حتى الان شوط جيد حتى الان طوال تقريبا يعني 20 دقيقه من عمر اللقاء الزمالك متقدم بهدف واحد مقابل شيء هدف كان بقدم النجم بس مش الدقيقه الثانيه من عمر اللقاء سلامات باذن الله طبعا وقعه قويه جدا صعبه جدا على دماغ لاعب رودي ندي ولكن التحام عادي التحام كوره وادي لعبه الزمالك والشناوي بيطمنوا على المهاجم طبعا رودي ندي هذا هو الاعاده مره هذا هو طبعا داخل على الكوره داخل على الكوره بكل احترام ولكن السقوط سقوط صعب قوي 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 يا ستار استرها باذن الله وعلى دماغه اللاعب رودي ندي رقم 7 المهاجم 25 سنه عمره واحد من مهاجمي فريق ليوبار الكونغولي ولكن سلامات المهم طبعا اطمئنان على اللاعبين باذن الله حكم اللقاء واقف المباراه طبعا لعلاج اللاعب والاطمئنان على اللاعب رودي ندي ان شاء الله يكون سليم باذن الله وطمن عليه باذن الله ولكن طبعا يعني السقوط صعب قوي ولكن الراجل طبعا بيتكلم الحمد لله كويس